أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الوقفة الحوارية الأولى لبرنامج من القاهرة. ملايين المستخدمين لشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغير الفيسبوك طبعا، لكن باعتباره الأشهر والأكثر شعبية، قالوا أنه أصبح جزء من الروتين اليومي وأصبح نوع من الإدمان. إدمان ولا مش إدمان؟ وليه بريطانيا وصلت إلى هذا التحليل أنها تطلق على مواقع التواصل الاجتماعي الإدمان؟ وهل مواقع التواصل الاجتماعي في ذاتها هي الإدمان ولا كل حاجة بيفرط الإنسان في استخدامها نستطيع أن ندرجها تحت هذا العنوان؟ أهلا بكم، وباسمكم أحيي المهندس محمد أبو قريش، وهو خبير تكنولوجيا المعلومات وأمين عام جمعية مهندسي الاتصالات. أهلا بك يا باشمهندس. هل بترى دكتور المهندس محمد أنه التعامل مع شبكة التواصل الاجتماعي بهذا الإفراط يصل إلى مرحلة الإدمان، وأنه ممكن يصيب زي ما تقال في بعض وسائل الإعلام البريطانية المكتوبة على وجه التحديد أنه يعد مرض عقلي؟ أنا ما أعتقدش في النتيجة دي ولا الاستنتاج ده. ليه؟ أنا عايز أشير إلى أن في 2016 كان في المؤتمر الاقتصاد العالمي في ديفوس كانوا ابتدوا يروجوا لمفهوم الثورة الصناعية الرابعة، تحديدا بيقولوا يعني، او هو ده اللي حاصل، ان البشريه بشكل عام ابتدت تدخل في مرحله سموها المرحله الرابعه في الثوره الصناعيه. المرحله الرابعه للثوره الصناعيه دي دعائمها الاساسيه الثوره المعلوماتيه. شبكات التواصل الاجتماعي أحد الروافد وأحد الدعائم الأساسية للدخول في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة. إزاي؟ أقول لك إزاي. الآن توصفنا للي حاصل في عالم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، دخلنا في مصطلحات ابتدوا تنتشر، يعني اسمها مثلا إيه؟ الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، ايه تاني، انترنت الاشياء. ايه انترنت الاشياء وايه الحوسبة السحابية وايه الذكاء الاصطناعي؟ انترنت الاشياء معناه ان التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ابتدت تندمج وتتداخل في العالم التماثلي. العالم التماثلي ده مش هو اللي مرتبط بالانترنت. العالم الرقمي هو اللي مرتبط بالانترنت. كويس؟ اللي حصل دلوقتي كويس، بس انا مش فاهم. قول لي ايه اللي انت مش فاهم؟ يعني مش فاهم ايه العالم الرقمي والعالم التماثلي، يعني المصطلحات دي، يعني ايه ده مرتبط وده مش مرتبط، وده مرتبط مرتبط ازاي، وده مش مرتبط مش مرتبط ازاي؟ احنا نعرف ان كلمة العالم التماثلي او اللي هو بالانجليزي اسمه الانالوج، يعني اللي هو مش زيرو ون، العالم الرقمي اللي هو تحويل الاشياء والتعبير عنها، التعبير عن الاشياء بوجه عام باستخدام حاجتين، زيروز ون، زيروز ون، زيروز ون. ده جانب العالم الرقمي. العالم التماثلي زي ما قلنا اللي هو الانالوج، اللي هو مش فيه زيرو وان، هو فيه زي ما نعرفه، يعني هو التعبير عنه الرسم البياني، المنحنيات البيانيه، بس منحنيات. المنحنيات دي مش هي زيرو وان. تمام. في النهايه تمام، يعني الزيرو وان ده مثلا ممكن تلاقيه في الباركود، يعني التعبير مثلا عن ثمن سلعه معينه او ثمن منتج معين بالباركود. ايه الباركود ده؟ انك بتلاقي مجرد شرط كده وفراغات، شرط وفراغات، شرط وفراغات. ده تعبير عن، في النهايه لما بتحطه عند مكنه كده بيطلع لك سعر المنتج. صحيح. فهو التعبير عن الاشياء بشكل رقمي، يعني زيرو وان فقط. يعني التماثلي اللي هو زي ما قلنا ايه، التعبير بالمنحنيات بالمنحنيات وهكذا. ولكن باشمهندس محمد، ده ممكن يكون
يعني التفاصيل مرتبطة بالناحية الفنية التكنولوجية. ما احنا عاوزين ننطلق من ده. اتفضل. يعني دي القاعدة. تمام. يعني دي القاعدة ودي الايه؟ البداية. ودي الاساس. تمام. فهم لما اتكلموا في 2016 عن الثورة الصناعية الرابعة واتكلموا على الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي ومعنى غزو العالم الرقمي او تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات انها تغزو الاشياء. يعني انت اصبح مثلا دلوقتي ممكن ايه التلاجة عندك في البيت اذا ما بيتكلموا مثلا على حاجة اسمها السمارت هوم او المنزل الذكي. ايه المنزل الذكي ده؟ ان انت ممكن وانت خارج منزلك بمسافات كبيرة ممكن تعمل تواصل مع اشياء موجودة عندك في بيتك زي التلاجة، اذا تشوفها شغالة مش شغالة وهكذا يعني. كويس كده؟ تمام. فده بيسموه الانترنت الاشياء. فاللي حاصل حاليا دلوقتي ان بيحصل نوع من الاندماج والغزو ان تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بتبتدي تندمج مع الاشياء يعني دكتور اللي هي موجوده حوالينا. تمام. انا بعتذر لانه اكيد طبعا حضرتك مقدر مدى ضحاله المعلومات بالنسبه لي في الشق التكنولوجي الشق الفني. زي ما انت عايز. معنى ده انه حضرتك زي ما انا فهمت انه حضرتك عايز تقول انه الشق او الاولي اللي تم اختراع به هذه التكنولوجيا وتطوراتها الى ان وصلت لمفهوم الحوسبه السحابيه ما كنت اقصد بها مفهوم انه اصبح جزء من الحياه اليوميه وانه اصبح لا غنى عنه، فاصبح هناك حاله اندماج، ما بقاش موقع التواصل الاجتماعي موقع تواصل بشكل منفرد للتسلية وإضاعة الوقت أو للتواصل بين الأفراد، ولكن بقى كده وفي نفس الوقت بقى جزء مرتبط بالتقدم التكنولوجي. هل فهمي ده صحيح؟ ده صحيح. بس أنا عايز أقول إيه بقى؟ إن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مش بس بتسهل لنا التواصل والاتصال السريع. يعني احنا لما نيجي نقارن بين العصر اللي احنا عايشين فيه ده كيف بيتم، يعني هديك مثل ان في احصائيه كنت قريتها ان في 2012 كان الرسائل الفوريه اللي انا ببعتها عبر الواتساب على سبيل الواتساب. لا مش الاس الاس ام بس الرسائل القصيره. تمام يا فندم. طيب الرسائل الفوريه دي في 2012 تجاوز استخدامها وعددها عالميا الرسائل القصيرة. يعني انت شوف الرسائل القصيرة مش ده لمجانيتها؟ مش موضوع مجانيتها وفوريتها وسرعتها تقصد فوريتها. انك يعني في نفس اللحظة اللي انا ببعته لك ده بتصل. بيوصلك وممكن انت تشوفه. الرسائل يعني مش شرط انك انت تشوفها في حينه صحيح. مش شرط يعني. في 2012 كان عدد الرسائل الفورية عالميا كان وصل ل 19 مليار. وده مؤشر في حين حضرتك قريت منه ايه؟ فهمت منه؟ ما انا هقول لك. اتفضل. في حين ان الرسائل القصيرة كانت واقفة في 2012 عند 17.5 مليار. معنى كده ان استخدامات الاتصالات السريعة والرسائل السريعة بيتجاوز وبيتعدى الطرق التقليدية اللي احنا كنا ايه بنستخدمها قبل كده. في الثورة الصناعية الرابعة اللي هم بيتكلموا عليها مش بس وسائل الاتصالات السريعة وسائل التواصل الاجتماعي بتحقق لنا التواصل السريع اللي أنا بتكلم عليه ده، وإنما بتساعد هذا التواصل السريع بتساعد على حشد قوة المجتمع. لأن لما أنا بحقق نوع من الاتصال السريع اللي بيحصل بالظبط إن أصبحت إن وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تحولت إلى قوة لتشكيل قوة اجتماعية ناحية توجه الايه التقدم. ده معنى كده انه السادة المحترمين اللي احنا سألناهم اظن لو انا كنت بتسأل مطرحهم في هذه اللقاءات كنت هجاوب اجابات قريبة، لان انا كنت داخل الحوار بتصور وحضرتك اخدتني التصور تاني انا ما كنتش مستعد له. واظن انه اللي اتسأل في اللقاءات اللي هنشوفها مع حضرتك ما كانش مستعد او ما كانش متوقع ان الموضوع يكون بهذا العمق. هنشوف مع حضرتك وارجو انك تستمع وتقول لي رايك بعد ما نرجع. هنروح للقاءات السريعه دي عن مواقع التواصل الاجتماعي ونرجع يعني حضرتك شاشتك اهيت وانا شاشتي اهيت هنبص مع بعض ونرجع في انتظار حضرتك. هو الادمان غلط، الإدمان لأي شيء غلط.
أصل كلمة إدمان دي كلمة معناها إن الإنسان عبد لغريزة معينة أو عبد الرغبة معينة أو عبد الفكر معين، فيبقى مدمن. يعني ما هوش عارف يميز بين الصح والخطأ، هو مرتكب هذا العمل أيا كان نوعه على حسب الاستخدام بتاعه. في جزء ناس بتستخدمه في حوار الأخبار وأحوال مصر والسوشيال ميديا عامة، الأخبار العامة دي حاجة جزء إيجابي منفعنا. في ناس تستخدمه في شكل سلبي، مواقع ما تنفعش، أخبار شائعة، أكاذيب. الفكرة نفسها مش غلط، اللي هي استغلالها هو اللي غلط، الكتر اللي قاعد عليها غلط. بس هي طبعا أضرت بينا كتير، يعني اضطريت النهارده الواحد كان بيسعى المعلومه يجري يدور على كتاب يعمل، يخش يجيبها من على النت ما يعرفش هي صح ولا غلط، بياخدها على معظم ان هي صح وخلاص، لكنها اكيد ده اكبر غلط في حد ذاته. يعني لا، الفيس بقت حاله ادمان دلوقتي. انا بصحى من النوم انا ممكن ما اغسلش وشي وبفتح افتح الفيس وكده، بس قبل ما اروح يعني اغسل وشي لا، انا بفتح اشوف الفيس واشوف الواتس واشوف. هو صح وغلط في نفس الوقت. الصح ان هو تسليه ومفيد يعني في التسليه وكده مش اكتر، والغلط بقى من الاشاعات اللي بتطلع عليه وحاجات الكذب اللي بيتقال عليه وكده بس، والشتايم والحاجات يعني قله ادب. هو المفيد في التسليه والتواصل مع الاخرين بس مش اكتر يعني. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي دي حاجه ما عادش حد يقدر يستغنى عنها، وهي حقيقه بتفرض نفسها على كل الناس، ومش باختيارنا ان احنا نقول او لا، بس هي في كل الاحوال زي اي حاجه ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط. أهلا بحضراتكم. حضرتك استمعت، هل فهم اللي استطلعنا أرائهم، وأنا واحد منهم، أنا هعتبر نفسي أنا لو سألت هجاوب إجابات قريبة من هذه الإجابات، هل فهمهم يصل إلى مرحلة ما كنت تتحدث بشأن حول التطور التكنولوجي واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل هم مدركين لتفاصيله وأبعاده، ولا هو مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لنا فيسبوك وبكلم حد بيرد عليا، بنشر بوست، بنشر صورة، إنستجرام صورة، مشاهير، متابعة، هل ده فهمنا وفهم قاصر ولا فهم كامل؟ في حاجه ناقصه. اتفضل. في الكلام، ايه اللي ناقص بقى؟ كلامي انا ولا كلامهم؟ لا، في يعني تعليقي. اتفضل. ان بالنسبه للاراء اللي هي اتقالت دي، ايوه، هناك something missing، يعني في حاجه، في سوء تفاهم او سوء فهم. لا، مش سوء تفاهم ولا حاجه، هي اللي في حاجه ناقصه يمكن انها تكتمل. اتفضل. عايز اضيف لك معلومه، ان اتفضل. في ديفوز 2016 انهم بيبقى في مديرين تنفيذيين بتوع الشركات العالميه. فهم حبوا يعملوا استطلاع رأي، هل الشركات العالمية في شتى دول العالم هي جاهزة لما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة دي، أو المؤسسات الشركات بتاعتها جاهزة لهذا التحول يعني؟ أجابوا قالوا فطلع إيه؟ لا، 14% قالوا إحنا جاهزين. 14% قالوا إيه؟ إحنا جاهزين. طيب، المفيد في المعلومة دي وفي الكلام اللي اتقال واللي ممكن نستنتج منه حاجة في منتهى الأهمية، إيه هي؟ إحنا بيدور حديث في مجتمعنا ابتدى يتردد مؤخراً يعني حول التحول الرقمي، وبعض الخبراء قالوا إن إحنا لو ما لحقناش الثورة الصناعية الرابعة دي وأخدنا بمنجزاتها وحاولنا ناخد دروس من دول العالم ونطبقها عندنا هنضيع عالميا ونبقى في مؤخرة الدول. ناس شخصوا الموضوع وكده، فلابد من التحول الرقمي. حلو، لابد من التحول الرقمي. وجابت ال 14% اللي قالوا احنا مؤسساتنا جاهزة ومستعدة لمعالم الثورة الصناعية الرابعة دي. يبقى في ازاي الناس دي جهزت؟ وفي سؤال ناقص، طب ازاي نجهز؟ يعني احنا عشان نعمل التحول الرقمي ايه اللي ناقصنا؟ اللي جهز عشان جهز الفهم جهز. بقى الفهم اللي هو اتقال من راي الجمهور، ايه اللي ناقص؟ التدريب في المؤسسات استعدادا لهذا التحول الرقمي، دي نقطه. الاعلام يقوم بدور لدى المواطنين دول على اساس يتفهم دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تحولنا رقميا وتحسين احوال المعيشه للمواطنين. يعني ندور على الجذور في موضوع التحول الرقمي بدل ما يكون ترديد مجرد شعار جواه اجوف وفارغ
وهكذا. هل ده مرتبط بمستوى التعليم، مستوى الثقافه، مستوى الاطلاع؟ هل ده يعني مرتبط بهذا الفهم؟ ايا كان المستوى، طيب. هو اللي عايز يغير ايا كان المستوى، اللي عايز يغير بيبتدي الاول يحدد لنفسه احنا واقفين فين. منها اللي انت بتقوله بقى، ايه هو مستوى التعليم، مستوى عامل ازاي؟ ما هو انا عايز اغير، لازم احدد انا واقف فين، كويس؟ وبعد ما احدد انا واقف فين هبتدي احدد طب انا عايز اوصل لفين. احنا دلوقتي معالم الطريق، الثوره الصناعيه الرابعه خلاص يعني اتحددت معالمها وواضحه قدامنا كلنا، احنا عايزين نوصل لده. طيب من النقطه اللي احنا واقفين فيها، بعد ما نحدد بالظبط احنا واقفين فين عشان نوصل للنقطه، بعد ما اتحددت معالم الثوره الصناعيه، مؤسساتنا تعمل ايه، الشعب بتاعنا والمواطنين دول نقول لهم ايه ونعمل معاهم ايه ونروج لهم اعلاميا ازاي عشان يعرفوا ان شبكات التواصل الاجتماعي دي احدى الدعائم الاساسيه للتحول الرقمي. ليه؟ ليه؟ لانها في النهايه لما الناس تحس انها مترابطه بهذا الكم وكده، انا بحشد طاقه المجتمع ككل ناحيه هذا الاتجاه. كويس كده؟ يبقى اذا اي حد بيفكر في التغيير او في التحول هو لازم بيبتدي كده، يحط بقى اصل المستوى، اصل ظروفنا، اصل مش عارف ايه، كل ماشي، حط ده كله في اللي بيسموه سيتويشن اناليسيس. احنا واقفين فين؟ انت بتعمل تحليل الحالة بتاعتك، تحدد انت واقف فين. المعالم بتاعت انت عايز توصل لفين واضحه؟ واضحه، مش هنبذل مجهود فيها، دي واضحه عالميا اساسا. طيب سؤال بقى نساله بقى للخبراء والمختصين في العالم، في العالم ولا هنا؟ الطرق سواء هنا ولا في العالم هي مشكله، يعني مثلا ما هو ساعات كتير قوي بيروحوا عاملين عقود مثلا، يعني اذا ما كانش في، اذا ما كانش في ناس هنا، وانا اعتقد ان في ناس هنا كتير يوصفوا لنا الطريق. الطريق البديل، في طريق بديل. ايه الطريق البديل؟ الشركات بتاعه اللي هي ايه، شركه استشاريه عالميه مثلا. يعني لو ان افضل الاستعانه بالخبرات الوطنيه لان دي الاكثر ثقه في النهايه، يعني ما اقعدش الف ادور حوالين نفسنا وفي النهايه ما نطلعش بحاجه. لا، يتوفر هنا الخبره، ها، لانهم يوصفوا لي بالظبط بقول ايه الطريق والبدايل المختلفه للوصول، مش طريق واحد، كويس؟ وبعدين نختار من الطرق المختلفه للوصول والبدايل دي اقصر الطرق وافضلها جدوى اقتصاديه. دكتور باشمهندس محمد، يعني للاسف انا قدامي 4 دقائق، انا اتمنى ان انا استمر معاك لفتره اطول من كده لانه الاسئله في هذا المجال اطول، لكن عايز استمر او استغل واستثمر ان صح التعبير ما تبقى. ليه احنا في مصر ما زال الحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشكل القاصر؟ ولما اخترنا ان احنا نتناول هذا التناول كان رؤية مطالب برلمانية في بريطانيا باعتباره إدمان، وفي نفس الوقت لما سألت حضرتك هذا السؤال حضرتك ربطت أنه وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بالتقدم التكنولوجي والتحول، والتحول التكنولوجي وما أطلقت عليه الجيل الرابع. الفجوة دي جاية منين؟ مش الجيل الرابع، ده الثورة الصناعية الرابعة. الجيل الرابع حاجة ودي حاجة، أنا متأسف لأن في جيل خامس بعد كده، يعني اشفق عليا. لا لا ولا يهمك، في الإجمال الفجوة دي جاية منين؟ فجوة الفهم ابتداء مني وصولا إلى السيد المشرف. أنا هقول تناول، انا بقول لك بالنسبه مثلا للشعب كيف يتعلم الشعب، بالنسبه للمؤسسات لازم نحط خطه ونلتزم في الخطه بقواعد وضع الخطه، ها، زي ما بقول لك كده. يعني تقصد باشمهندس انه الدوله لازم تتحرك بشكل عاجل حتى تستطيع ان تلحق بما تخلفت عنه، والخطه طبعا عشان تعالج تحلل مشاكلها. كويس. الشعب كيف يتعلم؟ أيوة. من الاعلام، لان ساعات احنا بنشوف في الاعلام حاجات غريبه جدا. ايه الحاجات الغريبه جدا؟ اللي هو ايه، الترويج للادمان للارهاب على وسائل التواصل الاجتماعي، بالرغم ان في وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك، اتفضل يا فندم، والفيسبوك، ها، 4% فقط من شبكه الانترنت هو الظاهر لينا واللي احنا بنشوفه. اللي بيستخدم للارهاب ده 96% ومخفي عننا، بيسموه الديب انترنت او الانترنت العقيم او الاسود، واخد بالك؟ هم ال 4%، احنا بيتم الترويج لل 4% اللي احنا شايفينهم على حساب الباقي. لا، باعتبار ان ده مصدر للارهاب، مصدر للادمان. لكن حتى النسبه المخفيه هي نسبه مخفيه لا نراها نحن كمستخدمين تقليديين. ده احنا ما بنشوفهاش اساسا. لا اساسا. عظيم. الجزء المتبقي يتبقى قليل، ولكن فيما يتعلق بهذه الخدمه، الحديث عن البيج بانج، الانفجار الاعظم، من كان الاول؟ من خلق من؟ هذا الحديث الجدلي القديم، من خلق من؟ من بدا
التكنولوجيا ولا وسائل التواصل؟ أم وسائل التواصل هي من دفعت التكنولوجيا إلى أن تتطور باستخدامها؟ واضح سؤالي؟ إلى حد ما. أوضحه بشكل أكبر، هل التخطيط لإنشاء السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي كانت سابقة للتقدم التكنولوجي ولا ده كان في إطار تخطيط مترابط؟ بص، نحلها بالتبادلية، البيضة ولا الفرخ؟ أيوة، ما ده كان سؤالي عن حديث عن البيج بانج. يعني البيضة ولا الفرخ؟ أيوة. يعني أنا قصدي أكيد لما أنت بتخلق حاجة أو بتعمل حاجة هي بتعمل لك، يعني الاثنين بيضة وفرخ. أكيد. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا، استمتعت استمتاع جامد بالحديث مع حضرتك. حضرتك تشرفنا لحد ما نطلع الموجز. الباشمهندس محمد أبو قريش، وأنت خبير تكنولوجيا المعلومات وأمين عام جمعية مهندسي الاتصالات، سعدت بهذا اللقاء. أنا سعدت. وأشكركم أيضا مشاهدي الكرام، هنطلع لموجز وهنرجع لموضوع اقتصادي ليه عنوان شيق ولكن هو عنوان مبهم، الشمول المالي. يعني إيه شمول مالي؟ ده اللي هنحاول نستوضحه بهذا الشكل المدرسي، اسمحوا لي في هذا التعبير، لكن هنروح لهذه القراءة الموجزة ونرجع. ابقوا معنا لو سمحتم.